مساء الخير، ورجعنا لكم اليوم مع صبغات لكمي. طبعا اليوم راح استخدم الرقمين اللي هو 10-13 من لكمي، وعندي 7-17 برضو من لكمي. راح اخلط نص بنص، يعني تيوب بتيوب. وعندي السحب وصلنا لبيجمن 9، وطبعا الاكسجين دائما بعد السحب يكون اكسجين 20، وهذا اكسجين 20. راح اخلطها واوريكم نتيجة الخلط، واوريكم اللون اللي بيطلع معي. طبعا انا راح اصبغ الخصلة هذه، يعني ماني بصبغ الملكان كله عشان استفيد من باقي السحب لالوان ثانية. طبعا هذا عندي 10-13، اخذت ربع التيوب لانها يعني خصلة ما يستاهل اني احط التيوب كامل. وهنا عندي 7-17 برضو راح اخذ الربع. طبعا الجميل في صبغات لاكمي تعطيك هنا عندي الربع، وهنا النص، وهنا 3/4، وهنا التيوب كامل. انا هنا اخذت فقط الربع، وهنا حطيت اكسجين 20. طبعا صبغات لاكمي التيوب كامل يقابله 90 ملي من الاكسجين. هنا حطينا الصبغة فقط على الجذور، دائما بعد السحب نبدأ في الجذور ونتركها 20 دقيقة، بعدين نصبغ الاطراف عشان الجذور ما تكون على اورنج او تكون فيها لمعة الذهبية. وهذا اللون الخرافي اللي طلعته لكم من صبغة لاكمي، شفت اللون؟